الاقل. وهنا مازال يمكن نكرسوا واحد المنطق اللي مازال ما عرفتي بعض الجهات ما بغاش تفهموا، منطق ديال اننا مازالنا تحت الوصاية، لان احنا كنعرفوا بانه واحد اللحظه من اللحظات ملي غتدخل العمالات والاقاليم لهذه المجالس احنا عارفين كيفاش غتدبر وكيفاش غتصير. احنا المؤسسات الجماعيه اللي هي ندعي بانها شويه عندها الاستقلاليه، وحنا كنشوفوا غير في الميزانيه وفي واحد المجموعه ديال الامور كيفاش كيتم التمرير ديالها والطرق كيفاش واشكال ديال التحكم وواحد المجموعه ديال الطرق الملتويه اللي كيتم بها الانتزاع ديال هاد الاختصاصات او اعاده التدوير ديالها. فنفس القضيه كنعتقد هذا من جهه. فرق المعارضه من داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي قد وضعنا عند في مكتب الضبط واحد تقديم سؤال كتابي بتاريخ 10 يونيو تحت عدد 1893. 10 يونيو سيد الرئيس، كنا نأمل أن يدرج هذا السؤال داخل أشغال هذه الدورة، لكن للأسف تعاملت معه يعني بواحد عدم جدية ولا تفاعل ولا ما كلفتوش راسكم حتى اتصلوا بنا تقولوا لنا ودي ما غندرجوش هذه النقطة. وهذه النقطة للأسف كتعلق بواحد السؤال حول الوضعية العقارية للمدينة اللي كنعتبروها داخل الحزب ديالنا، يعني هي عصا الراحة ديال هاد المدينة كاملة، وهي أهم نقطة أهم مشكل كتعاني منه المدينة وساكنة المدينة. للأسف التعامل ديالكم السيد الرئيس، نحن طبعا نثمن جميع المجهودات والاستراتيجيات التي تقوم بها الدولة من أجل المواطن، من أجل تقريب الخدمات، من أجل التجويد ديالها. نحن أيضا مع إنشاء هذه المؤسسات هذو، لأن كل ما عطينا واحد الحاجة عطينا لها تخصص كلما كانت الجودة وكانت عندنا المردودية أفضل. فلذلك حنا السيد الرئيس حنا مع هذا المجموعة هذه نثمن كل ما جاء فيها، وحنا مع التعديل، ولكن ملتمس حنا السيد الرئيس إطار انتخاب الأعضاء كنتمنى أنكم تبعدوا على دوك التحالفات الخاوية ودوك سميتو وتختاروا الناس اللي هما مناسبين يترافعوا فعلا على المواطن، لان الاشكال ماشي في المؤسسه كتجيز، ولكن الاشكال في الناس اللي كاينين في المؤسسات. فلذلك ملتمس انه في اختيار المنتدبين، في اختيار الاعضاء اللي غيكونوا في هذا المجلس هادو، يكونوا فعلا الناس يعني تستحق انها تكون في ذاك الموضع، الناس اللي عندها غيره على المواطن، الناس عندها قدره على الترافع. هادشي اللي كان تنفي السيد الرئيس. السيد الرئيس، السيد المدير، على هاد العرض اللي القيم اللي حنا استفدنا منه زعما صراحة وزدنا فهمنا منه بزاف ديال الحاجات. مشكور على العرض ديالو. المداخلة ديالي السيد الرئيس، وهي هاد الشركة الجهوية المتعددة ديال الخدمات غتكون موجودة في طنجة. لهذا أطالب السيد الرئيس بتوفير ملحق خاص هذه الشركة، يكون هذا الملحق في مدينة المضيق، وذلك من أجل توفير يعني تقريب، أو ذلك من أجل تقريب الإدارة للمواطن. شكرا سيد الرئيس. نعرفوا أن المنديس بوجود واحد المدة طويلة اللي هي 25 سنة، خصنا غير واحد العقد تقرير المجلس الجهوي للحساب أنها شني علينا وشني عليها. لان وداو فينا غير لا قصر ما يمكنش، كنحاسبوا بعض الناس وبعض الناس ما كيتحاسبوش عليها. دخلوا ضروري واحد التقرير يكون في الصالح، غير السلبيات ديالو والايجابيات ديالو، بس اننا نسجلوا نوضعوا في الصوره. وحتى المواطن انا حابب يرتاح بان الدوله راه عندها شي في المساق الصالح. كذلك اللي كنعرفوا ان بعض الممتلكات ديال الامانديز بعد تلقى الجماعه كنصدروا الجدر ديالها، الجدر ديالها، لان ما عرفتش شنو هي عندها بالضبط. ولهذا كنطلبوا ان يلاه تقييم من طرف المجلس الجهوي او الواحد اللي هو مختص بهادشي، انه يحسن لنا شحال الممتلكات اللي عندها باش انها تلقوا الجماعه. فيما يخص العرض سيد المدير المصالح فهو مشكور على العرض القيم والتوجيهات ديالو واختصار كذلك، ولكن سيد الرئيس حبذا لو كان
سوقنا ثلاثة المؤسسات الكبيرة وعندنا شو ثلاثة النقاط في نقطة واحدة سوقنا سيدي اللي كاين عروض اللي زيدوا النور المجلس المحترم وعندو توجيهات اللي توجيهات صحيحة هذا ما كنقللوش من الكفاءة السيد مدير المصالح بل باش حنا عندنا مسؤولية على المجالس الأخرى الناس ديالو عرضت من أين ذاك السيد الرئيس ديالنا الثقل ديالك السياسي والحمد ديالك لكن الرئيس راه حنا مجلس منتخب عندنا حنايا خصنا نناقشوا مع الناس ماشي بخوف ديال المنظمين ولا مع شي حاجة هذا هو من بين الأساسيات والأبجدية ديال السياسة خليناش السيد الرئيس حنا نوجهوا حياتنا كشخص خلينا نوجهوا الأوطو كيما كنتي كدافع على السيد الرئيس والمجالس الأخرى ما كاينش شغل كلشي كتطبل في الرئيس وعرفتي السيد الرئيس وغادي فيها مع الأسف فيما يخص السيد الرئيس فحنا نشيد ونثمن مجهودات الدولة خصوصا وزارة الداخلية على هذا دابا جاب لنا هاد النقاط هادو هاد التعديلات قال لك باش يصلحوا هاد المرفق ديال توزيع الماء والكهرباء في التحرير السائل يعني هادشي هذا كان فاسد يعني ما كانش مصلح الناس ساكنين هاد السنين كما قالوا الاخوة اللي قبل مني داروا احتجاجات داروا هادي ولكن حتى واحد ما كان كيسمع لهم لان حتى وصلت المدة القانونية ديال الأمن مزيان واخا كنا كنعرفوا في الفساد ما كانش شي حاجة مزيانة ولكن حتى واحد ما قدر يبدل لأن حتى هذا المدة ديالها أشنو غنديروا غنديروا على المؤسسة هذه ماشي مشكل السيد الرئيس أنا اللي كنشوف أنا ما غنهضر لا على المكتب ولا على شكون غيكون رئيس ولا على المقر داكشي اللي ما كيهمنيش أنا اللي كيهمني هو المواطن يعني هاد الخدمة الجودة ديال الخدمات كيفاش غتكون واش هاد الأشكور غادي يكون فيهم شي تعديلات غادي يكون فيه شي تخفيضات هاد الغرامة باش غتحيد ولا غتزاد شي غرامة أخرى الميزانية باش يدخل الماء والكهرباء لأن دابا واحد الوقت كانت مليون ولا من 800,000 فرانك دابا صحات 5 مليون باش تدخل الماء والضوء مين غتجي هاد الشركة ولا هاد المؤسسة هادي على ما الله شحال غتوصل هادي من جهة كاين السيد الرئيس لأن الوقت اللي كان ضايق بيه كنا كنشوفو مناصب ديال الشغل بالنسبة للساكنة ديال المدينة من نهار اللي دخلت أمان 125 سنة هو شي ولد المنطقة توظف في هذه الشركة هذه نقول لك نعم قلت أتين تعرف الوقت ديال تلك المفوض في بناء في واحد حكومة معينة أنا كانت حكومة تاع اتحاد الشراكة هي اللي زدت فهم تلك المفوض جميع قطاعات جميع قطاعات غير دابا ما في تفكير للأسف بعد 25 سنة أو 30 سنة ما تلاش تقييم وطني في هذا المجال فهم تدبي فوق هذا صغير أمر يعني كان خصنا يدار قبل هذه الدورة هذه على مستوى طبعا الجهوي أو الإقليم الوطني دار واحد التقييم على المفهوم ديال التدريب المفوض واش هو إيجابي ولا عرفت إلى لو كذا وكذا باش حتى المستوى العملي يجينا ساهل الأمر والإيجاب شخصيا أنا منذ نعومة السن ديالي كان أمل بأن التدريب المفوض تدبر مفهوم فاشل بمعنى أنا اليوم عندي قناعة بأن أخطاء ما درتش بحال هذا بغض النظر شكون كان تدبير فاشل وفي جميع القطاعات في النقل في هذا في التبتيع الى غدا كان عندنا في المسائل. كيرا في الشمال خرجنا مجموعه ديال الجامعه ديال الشمال الغربي وتم التقسيم ديالها ورجعوا نفس الصيغه القديمه تقريبا بتعديلات اخرى بورش وطني. وبالتالي السيد الرئيس قال لنا اننا ندعموا هذا التصور هذا ولكن هذه الاتفاقيه يجب ان تخضع لتدقيق وتمحيص لان حتى مجرد ان غير التعديلات بسيطه تقتضي يعني مسطرات اخرى في المصادقه والانضمام حتى موافقه السلطه المركزيه وكان غير انها غدير مقرر تعديلي غدير في ماده ولا جوج ولا دير في اقتراح وغيصدق لك عليه العامل بالتالي يعني خصك نفس المسطره غيصدقوا عليها جميع المجالس المكونه ديال الجهه وكذلك بما فيها المجلس ديال المجموعه عاد يمكن يخضع ديك التعديل بالقبول سيد الرئيس هذه هي الملاحظات ديالنا يعني جميع المقتضيات اللي كانت على الاقل خصها يعني كتطلب تعديل ولكن انت الى كانت اشكاليه انك ترفق هكا توصيات ولك واسع النظر وشكرا. وهذا هي الفكره ان بيدير كنشدو هذا الفولاد ديالكم باش من بعد غادي نزيدوها.